إذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، شكون هما بدا لهم اللي ظهر لهم؟ عندنا عزيز مصر ومرطو وممكن نقولوا حتى نسوة المدينة، حيت بمعنى هادو بثلاثة عندهم مصلحة في السجن ديال يوسف عليه السلام. شنو هي المصلحة ديال نسوة المدينة؟ حيت حتى هما ما استجب لهمش يوسف عليه السلام، هما وزوجة عزيز مصر، بمعنى باش يحافظوا على الكرامة ديالهم. وهذه الفكرة أو هذه الشوهة اللي وقعوا فيها أنها تنسى، هذه الفضيحة اللي وقعوا فيها أنها تنسى. أما القيمة أو أن الاستفادة الأخرى ديال عزيز مصر أنه بيبعد واحد الرجل ممكن في أي وقت ممكن يوقع في الزنا مع الزوجة دياله، وكذلك باش يحافظ نيت على العرض دياله من ناحية الوقوع ديال يوسف في الزنا مع زوجة عزيز مصر، وكذلك باش حتى هاد الهضرة ما باقيش تنتشر في المدينة أكثر مما هي تنشرت في المدينة. إذا تيقول لنا الله سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما لاحظوا أن يوسف عليه السلام ما بغاش يستجب لهم نسوة المدينة وزوجة عزيز مصر، من لاحظوا أن يوسف عليه السلام ما بغاش يستجب لهم، أشنو قرروا؟ أنهم يدخلوا للحبس. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى تنسى هذه الفكرة وتنسى هذه الفضيحة اللي فضحوا مع يوسف عليه السلام، حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، هذيك الوقيتة اللي بيدخلوا اللي بيدخلوا يوسف للسجن ظلما وعدوانا بطبيعة الحال، دخل معاه في هذيك الوقيتة جوج ديال الرجال، دخل ساقي ودخل الخباز، بجوجهم متهمينهم في اش؟ في محاولة تسميم الملك. الملك بمعنى عندنا جوج ديال الملوك، دروكا تنهضروا على الملك الاول اللي هو الملك البوات. هذا الملك الاب كان مدمن خمر، وكان ملي تيبغيو يجيبوا ليه الماكله دايرين شي وحده اللي تيدوقوا هذيك الماكله، تيدوقوا الماكله وتيخليهم واحد شويه ما وقع ليك والو، ما تسممتيش ما متيش. اها دخلوا الماكله للملك، واحد لوقيته هذيك الماكله اكتشفوا انها مسمومه فيها سم، ممكن ان واحد من دوك الناس اللي تيذوقوا هو اللي تسمم ومات، كلا شويه ديال الخبز، كلا شويه ديال الشرب، شويه ديال الشرب مات، ما عرفوش باش مات هذاك الراجل، ولكن قالوا راه واحد فيهم هو اللي حاول انه يسمم الملك، هي اما الخباز يا اما الساقي. اش نديرو دروكا حتى نتاكدوا شكون فيهم اللي تيحاول يسمم الملك؟ دخلوهم بجوجهم للحبس. ودخل معه السجن فتيان، دخلوا بجوجهم، جوج ديال هذوك الفتيان بجوجهم دخلوا للحبس. فهذيك الوقيته فاش دخلت زوجة عزيز مصر وزوج هذه السيدة التي تراود يوسف عن نفسه دخلوه للحبس، يعني عزيز مصر وزوجته بجوجهم دخلوا يوسف للحبس. هذيك الوقيته دخلوا جوج. ودخل معه السجن فتيان، دخلوا واحد الوقيته يوسف عليه السلام كان تتعامل مع المساجين كلهم مزيان وظريف معهم وتتعامل معهم مزيان، داكشي علاش اللي قالوا هاد السيد راه ظريف، هاد السيد راه محسن. هذوك جوج هذوك الفتيان واحد الليله تنعسوا وتيشوفوا رؤيا، قال احدهما منين شافوا دوك الرؤيا، كل واحد فيهم شاف ديك الرؤيا الصباح، منين شافوا ديك الرؤيا جاوا لعند يوسف قالوا ليه يوسف انت لا ربما يقدر يكون عندك معلومات وتتبان لنا ظريف، وشوفي لا عرفتي المعنى ديال هاد الرؤيا الرؤيتين. قال احدهما ليوسف اني اراني اعصر خمرا، تنشوف راسي تنقد الشراب، وقال الاخر او خمرا ممكن نقولوا اعصر خمرا بمعنى تقد اش تقد العصير، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. هما يقولوا ليه قالوا ليه نبئنا بتاويله، تاويله شكون هو هذاك تاويله؟ بمعنى تاويله الرؤيه ديالي انا، وتاويله الرؤيه ديال هذا الاخر.
نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. تتبان لنا أنت يا ظريف لا عمرها داروا ولا ربما عندك شي شويه ديال المعلومات، باش يأكد لهم يوسف عليه السلام هاد الشكوك ديالو أنه راه نت من المحسنين وعنده معلومات. قال لهم قبل ما نبدأ بعدا قبل ما نشرح لكم الرؤية ديالكم جوجكم، أنا هضرو في واحد الموضوع آخر. أشنو هما؟ قال لهم يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام، باش نأكد لكم أنني راه أنا من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. قبل ما يجيبوا لنا مثلا الفطور عادي نعود نقول لكم الفطور أش اللي فيه، ها اللي فيه في الفطور وها اللي فيه وها اللي فيه. ملي تيجيبوا لهم الفطور تلقاو داكشي اللي قال لهم يوسف هو هذاك الغداء، ها اللي بغي يجيبوا لنا، ها اللي بغي يجيبوا لنا، ها اللي بغي يجيبوا لنا، تيجيبوا لهم الغداء داكشي اللي قال لهم يوسف هو هذاك الغداء، لدرجة أنهم بيبداو تيشكوا. باش عرفتي كيفاش تتدير لهذا الشيء؟ قبل ما يسولوه ويقولوا ليه كيفاش درتي لهذا الشيء؟ كيفاش تتعرف هذا الشيء؟ اش قال لهم يوسف عليه السلام؟ قال لهم ذلكما مما علمني ربي، داك الشيء اللي علمني الله سبحانه وتعالى، علمني الاله ديالي. ايوا راه خصكم اش تامنوا بالاله ديالي. هاني كاع انا دروكا وريت لكم معجزه، درت لكم كاع دروكا واحد المعجزه سمعيه، تنولي تنقول لكم امور ديال الغيب قبل ما توقع، وامور ديال الغيب واش هو اللي عرفها؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي كان تيوحيها ليه. ايوا تيحاول دروكا يوسف عليه السلام يقنع ذوك السجينين بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال لهم ذلكما مما علمني الاله ديالي الله سبحانه وتعالى، ذلكما مما علمني ربي. وقبل ما يقولوا ليه وعلاش اللي انت بخصوص، علاش ماشي واحد اخر؟ قال لهم اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم، شكون هما هاد القوم اللي يوسف تركهم خلاهم؟ ما تقولوش ليا الإخوة، حيت راه الإخوة هما اللي خلاو يوسف، ماشي يوسف هو اللي خلاهم. هنا راه تيقول يوسف إني تركت، أنا تركت، أما الإخوة هما اللي تخلاو عليه، هما اللي تركوه. إذا هنايا وزيد لا يؤتي، يقول لنا يوسف عليه السلام إني تركت ملة واحد الديانة ديال واحد القوم لا يؤمنون بالله. واش الإخوة ديال يوسف لا يؤمنون بالله؟ راه تيأمنوا بالله ربهم نبي. إذا على من تهضر هنا يوسف عليه السلام؟ تهضر على زوجة عزيز مصر وعلى الزوج ديالها وعلى نسوة المدينة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة الآخرة هم كافرون. هما ما عارفينش بالمرة في اليوم الآخرة، ماشي ما عارفينش، تكذبوا تكفروا. عرفتي شنو هي كفرة؟ كفرة بمعنى أخفى الشيء في الأرض، كفرت البذور في الأرض بمعنى أخفيتها في الأرض. هما تخفيوا وتنكروا هذه المسألة ديال اليوم الآخر، أن وراء الله سبحانه وتعالى راه عادي يبعثنا في القبور وعادي عاوتاني يحاسبنا. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إوا أش درتي يا يوسف؟ واتبعت ملة آبائي، تبعت الملة. هنايا تنهضروا على الاتباع للأمور الحقة، فهم؟ بمعنى التقليد في الأمور الحقة، ما تنهضروش حنايا على هنايا على تقليد الأعمى، أن الإنسان تيجي تقلد ما تعرف الحاجة واش زوينة ولا خايبة، لا، تنهضروا هنا على التقليد في الأمور الزوينة. تقول لنا يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عقلين تنقلت لكم تحفظوا سلسلة آباء يوسف عليه السلام، وكنا قلنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. إذن ها هي الآية تتأكدها لنا، تقول لنا الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف بمعنى أن يوسف هو اللي تهضر، قال لك واتبعت ملة آبائي إبراهيم اللي هو الكبير الجد الأكبر، وإسحاق اللي هو ولده، ويعقوب اللي هو بات يوسف، ويوسف إسحاق ويعقوب. ما كان لنا
حنا انبياء، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ما خصناش نشركوا بالله، حنا انبياء ما خصناش نشركوا بالله كاع، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ذلك من فضل الله علينا ان جعلنا انبياء. هاد السلسله يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم، هذا فضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى داروا لنا. وعلى الناس اشنو هو الفضل الكبير ديال الله سبحانه وتعالى اللي على الناس؟ الفضل الكبير ديال الله سبحانه وتعالى اللي على الناس انه بعث لهم هاد الرسل وهاد الانبياء باش يوريو لهم الطريق ديال الجنه. وبالتالي راه خصنا، حيت هنايا في الاخر ديال الايه تقول لنا الله سبحانه وتعالى، تقول يوسف ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ما تشكروش. وبالتالي انت اخر مره قلت الحمد لله على نعمه الاسلام، تنحمدك يا سيد ربي حيت وريتي لي الصراط المستقيم، الصراط اللي عادي تديني للجنه. انت اخر مره قلتيها، اخصك تبقى تقولها. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. وهل انتم كي تلاحظوا تقول لنا يوسف عليه السلام ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ما تشكروش. تقول لنا الله سبحانه وتعالى ان يوسف قال هذوك السجينين ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ما تشكروش. حاولوا تبداو تشكروا، شكروا الله سبحانه وتعالى انه جعلكم من الامه ديال محمد صلى الله عليه وسلم احسن الانبياء، ونشكر الله سبحانه وتعالى على انه اعطى لنا احسن دين اللي هو الدين الاسلامي، ونشكر الله سبحانه وتعالى على انه جعلنا احنا احسن الناس واخيرهم احسن امه. تقول لنا الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، باش تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اذا هنايا السجينين هما صافي فهموا ان الاله ديال يوسف عليه السلام راه هو الحق، بيأكد لهم مازال يوسف عليه السلام اش يقول لهم؟ قال لهم يا صاحبي السجن، اصحابي في السجن، اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ انتما من بعد ما شفتوا المعجزات ديال الله سبحانه وتعالى ليا، نشوف لكم واحد المنطق اخر، اما احسن نتوحدوا على اله واحد، ما تكون مخصمه بيناتنا، ولا كل واحد تعبد صنم ماشي الهه، حيت الله سبحانه وتعالى ما انزل الله بها من سلطان، ما انزل من حجه ولا برهان على انهم هذوك راه الهه، هذوك ماشي الهه، هذوك الاصنام ماشي الهه. وتقول لنا الله سبحانه وتعالى انه في يوم القيامه تبعث الناس، وتبعث دوك الناس اللي يكونوا تيامنوا بشي صنم، وتجيب دوك الاصنام تجيبهم لهم قدامهم، هادو تقول لهم الله سبحانه وتعالى هادو هما الالهه ديالكم، يلا قولوا لهم يمنعوكم من انني انا ما ندخلكمش لجهنم. تبداو تيطلبوا اش يطلبوا؟ الحجر، تطلبوا الحجر، ما تسمعوش لهم.
وترميهم الله سبحانه وتعالى هما والآلهة ديالهم والأصنام ديالهم والحجارة ترميهم في أش؟ في النار. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى تيقول لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس والحجارة، الناس علاش؟ حيت كفار. والحجارة أشنو هما هاد الحجارة؟ دوك الأصنام اللي كانوا تعبدوا. تقول لنا الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون حصب جهنم. حصب بمعنى بحال إلا قلنا حطب، الحطب جهنم. أنتم لها واردون، بتدخلوا لها أنتم والآلهة ديالكم. إذا تقول لنا الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن، تقول الأصحاب ديالو يا أصحابي في السجن، بمعنى الحاجة اللي تجمعني بكم هو هاد السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الواحد القهار، في قهر كل شيء. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أنتم اللي سميتوها، كاع ما كاينة كاع، إلا أسماء سميتموها أنتم، ماشي أنتم، الآباء ديالكم وأنتم تبعتهم تقليد الأعمى. إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من حجة، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الأفضل والحسن، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بزاف ديال الناس ما عارفينش هذه الحقيقة. الناس اللي كاينين خارج هذا السجن ما فرصهمش هذه الحقيقة، أن أش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الأفضل. وانتم اللي أصدقائي في السجن عرفتوا هذه القضية، أيه إوا عملوا بها، إوا ديروا بها، واعترقوا عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كاين معنى آخر، أن الناس ما تعرفوش أن الحكم في هذه الأرض كله راه الله سبحانه وتعالى. إذا من بعد ما هاد الأصدقاء ديال يوسف في السجن ما سمعوا هاد الشيء كله، أش داروا؟ وحدوا الله سبحانه وتعالى، ولاو اعترفوا بالله سبحانه وتعالى. هذوك السجينين وحدوا الله سبحانه وتعالى، واخا حتى فيهم داك الخباز بيموت، على الأقل مات وهو توحد الله سبحانه وتعالى، آمن بالله سبحانه وتعالى ومات وهو فرحان. حيت بعدا كاين الله سبحانه وتعالى عرفوا الحق قبل ما يموت، وآمن بالله سبحانه وتعالى قبل ما يموت، واخا حتى تبتت عليه الجريمة أنه هو راه هو اللي حاول، أنه الخباز هو اللي حاول أنه يقتل الملك وصلبوه باش يقتلوه وقتلوه، ولكن مات وهو على التوحيد وفرحان. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. تقول لنا الله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام تقول لأصحاب ديالو في السجن، تقول لهم يا صاحبي السجن، إذا بيشرح لهم الرؤية ديالهم، قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يسقي ربه خمرا بمعنى عاد يرجع للخدمة ديالو، وعاد يخرج من السجن براءة، وعاد يرجع للخدمة ديالو. يعني هنا على من تهضر يوسف عليه السلام؟ هنا تهضر يوسف عليه السلام على الساقي.
اللي عادي يخرج براءه، عادي تثبت البراءه ديالو، عادي يخرج وعادي يرجع لخدمته، وعادي يرجع لخدمته اللي هي يسقي ربه خمرا. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. اذا الاخر اللي هو الخباز هو اللي دار السم للملك، فيصلب عادي تصلب وتاكل الطير من راسه. قبل ما يطلبوه يقولوا لي عافاك عافاك، قبل ما يطلبوا هذاك الخباز ويقول لي عافاك بدل لي القدر ديالي، ما بغيتوش يوقع لي هكا وما بغيتش نموت. قال لهم يوسف عليه السلام قضي الامر الذي فيه تستفتيان، صافي بصفه نهائيه هذا الشيء اللي عادي يوقع. انت عادي تخرج براءه، وانت يا اش انت يا عادي تصلب وعادي تاكل وعادي يبداو تياكلوا لك الطيور من اللحم ديال الراس ديالك. اذا داك الشيء علاش ليوسف عليه السلام ما سبقش لهم شرح ديال الرؤية ديالهم بجوجهم، حيت الا فات تسبق لهم الرؤية ديالهم بجوجهم عادي تصدموا بجوجهم. هذاك عادي تصدم حيت بغات تثبت ليه البراءة ديالو، وهذاك عادي تصدم حيت عادي يموت. داك الشيء علاش سبق لهم يوسف عليه السلام اول حاجة الدعوة لله سبحانه وتعالى. وكيف قلت لكم بجوجهم اعتنقوا ديانة التوحيد، وهنايا صافي تيسلموا وتيامنوا بالقضاء والقدر. قال لهم يوسف عليه السلام قضي الامر الذي فيه تستفتيان، تستفتيان بمعنى تسالان تتسولوا. وقال يوسف وقال للذي ظن، ظن هنا بمعنى تاكد وتيقن يوسف عليه السلام انه ناج منهما. يعني على من تتهضر الايه هنايا، تتهضر الايه هنايا على الساقي اللي عاد يخرج براءه. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، قل الملك انا راه دخلت للحبس ظلما وعدوانا، اذكرني عند ربك. ولكن هذاك السقي نسى الشيطان، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لبث بمعنى بقي يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين، بضع بمعنى من ثلاثة الى عشرة، هذا هو البضع. وبعد المفسرين تيقول لك بقى سبع سنين في السجن، فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك، اذا هنايا بغات تجينينا الاسباب ديال خروج يوسف عليه السلام، بغات تبدا تجي الاسباب باش يخرج يوسف عليه السلام. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات. بمعنى ان الملك راه شاف جوج ديال الرؤيا، الرؤيا الاولى شاف سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، يعني سبعه ديال البقرات سمانت غلاضت، تياكلهم شكون؟ تياكلهم سبعه ديال البقرات رقيقات نحيفات هزيلات. هذه الرؤيه الاولى. والرؤيه الثانيه اش قال لنا الملك؟ قال وسبعه سنبلات خضر واخر يابسات. تشوف سبعه ديال السنابل خضرين وزوينين فرح بهم، شويه حتى تيجيو لهم واحد سبعه ديال السنابل ناشفين ويابسين، وتضرب هذوك السنبلات اللي تامرين، وتولي كلشي اش كلشي تمشي مع مهب بالريح، وكلشي يرجع الجفاف والقحط. هو يقول الملك لديك الحاشيه ديالو دوك الوزراء ودوك، قال لهم افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون بمعنى تفسرون. اذا نعاود لكم اش قال الملك. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي. افتوني بمعنى اشرحوا لي رؤياي، اجيبوني بتفسير لرؤياي، افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون بمعنى تفسرون. اش قالوا ليه هادوك الوزراء وهادوك الحكام ديالو؟ قالوا اضغاث احلام. اضغاث احلام بمعنى خليط من الحلم، هذا غير خليط من الحلم، اضغاث احلام خليط من الحلم. وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، حنا الاحلام ما تنعرفوش لهم.
إذا وصلنا لأن الملك، الملك لابن ماشي الملك الأب، حيث الملك الأب مات، الملك لابن دروكا شاف واحد الرؤيا، وشفنا أنه دوك جوج ديال الرؤيات اللي شاف بقرة، سبعة ديال البقرات هزيلات نحيفات ياكلوا سبعة ديال البقرات سمان، وسبعة ديال سلبلات خضر وأخر يابسة. إذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة، بمعنى من بعد ما الملك عود الرؤيتين ديالو لهذيك الحاشية ديالو، الوزراء ديالو المستشارين ديالو، حتى واحد ما عرف المعنى ديال هذيك الرؤيتين. داكشي علاش داك اللي الساقي اللي نجا من هذوك الجوج، يعني الساقي اللي قال ليه يوسف عليه السلام انك راه غادي تخرج براء او غادي ترجع عاوتاني لخدمتك، هنا تفكر هو يقول الملك وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه، بعد امه بمعنى بعد مده من الزمن، بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلوني، يعني صفطوني انايا وراه غادي نجيب لكم تفسير ديال هاد الرؤيا ديالك الملك، فين بغيتي نرسلوك، المهم ترسلوني، بمعنى ان راه ماشي انا اللي تنفسر، واحد اخر هو اللي تيفسر، خصني نمشي لعندو فارسلون. مشى هذاك الساقي لمن؟ لعند من؟ مشى لعند يوسف عليه السلام في السجن، هو يجي لعندو قال ليه يوسف ايها الصديق، يوسف اللي ما جربناش عليه الكذوب، اللي تما قال لنا شي معلومه تتصدق صحيحه، يوسف ايها الصديق افتنا، بمعنى اخبرنا واشرح لنا، افتنا واجبنا، افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، يعني نرجع لعند الملك والحاشيه ديالو ويكونوا زعما كنفهموا التفسير ديال هذه الرؤيه ديالك الملك. قال تزرعون، اش قال لهم يوسف عليه السلام؟ شوفوا التواضع ديال يوسف عليه السلام وصفاء ديال القلب والنفس ديال يوسف عليه السلام، درجات ماشي قال لهم من شرح لكم ومن فسر لكم الرؤيا حتى تخرجوني من السجن، لا، اش اللي قال لهم؟ مباشره عطى لهم المعلومه، قال تزرعون سبع سنين دأبا، بمعنى دوك سبعات البقرات الغلاضات ودوك سبعة ديال السنبلات الخضرين التامرين، تعني سبع سنين ديال اش؟ ديال الخيرات. قال تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا بمعنى متتاليه، كل عام في هذيك السبع سنين بغيتو تبداو تزرعوا، واش بغيتو تبداو تزرعوا؟ تزرعوا هي القمح بوحدو، حيت هو الامد ديال الحياه ديالو تيطول، ما تخسرش دغيا القمح، الحبوب ما تتخسرش دغيا، ماشي بحال الفواكه والخضار، الفواكه والخضار دغيا تيخسروا دغيا، اما بالنسبه للحبوب طي تطول الامد ديال الحياه ديالها وديال بقاء ديالها صالحه للاكل ما تتفسدش. قال تزرعون سبع سنين دأبا متتاليه، دأبا متتاليه، فما حصدتم فذروه، ذروه بمعنى اتركوه، اتركوه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. قال لهم داك الشيء اللي حصدتو عندنا هذه هو السنبله، بغيتو تقطعوها من الساق، من الساق بغيت تقطع، وبغيتو تخليو ديك الحبه ديال القمح، بغيتو تخليو ديك الحبه السنبله ديالها، وشوفوا شحال هذه دروكا من عام، وتبتوا اطباء ديال الزراعه مؤخرا ان هذيك الحبه ديال القمح الا خليتيها في الغشاء ديالها وخليتيها في السنبله ديالها تطول امد الحياه ديالها، ماشي بحال الا حيدتيها من الغشاء ديالها وحيدتيها من السنبله، الا حيدتي ديك الحبه من الغشاء ديالها ومن السنبله تتولي قابله للانبات، بمعنى دغيا يجي ليها غير شي شويه ديال النداء ولا شي شويه ديال الماء تتخرج النباته ديالها، ولا فتتخرجت النباته ديالها صافي وبقات صالحه للاكل. اذا تيقول لهم فما حصدتم فذروه، فاتركوه في سنبله، خليوه في السنبل ديالو الا قليلا مما تاكلون، الا داك الشويه اللي نتوما بغيتو تاكلوا، هذاك راه بغيتو تحيدوا الحبه من الغشاء ديالها وبغيتو تطحنوهم باش تاكلوا. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع شداد بمعنى سبع سنين ديال الجفاف، ياكلن ما قدمتم لهن، داك الشيء اللي قدمتو وجدتو
لهاد 7 سنين ديال الجفاف من سنوات ديال الخيرات هي اللي بغيتو تاكلو. بمعنى راه ما غادي تدوز هذيك 7 سنين حتى تاكل ليكم هذاك الشيء اللي نتوما كنتم موجدين، ياكلن ما قدمتم لهن، تاكلوا داك الشيء اللي كنتم وجدتوا في ذوك السنوات ديال الخيرات، ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. تحصنون بمعنى توفرون وتدخرون، اذا تحصنون بمعنى توفرون وتدخرون. ومن هذه تنوليو تنفهموا ان يوسف عليه السلام تدعيهم لاش؟ التوسط والاعتدال في استغلال خيرات الارض، يعني التوسط والاعتدال في استغلال القمح. ماشي تقولوا بالمره بغيتوا تاكلوا تخمه، بغيتوا تاكلوا تتشبعوا، لا تاكلوا غير القياس ديالكم وتتوفروا، باش ممكن من بعد ما تدوز هذيك 7 سنين ديال الجفاف تكون باقي عندكم القمح. ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. ثم ياتي من بعد ذلك عام، واحد العام، يعني العام اللي بيجي من بعد هذيك 7 سنين ديال الجفاف راه بيكون فيها الشتاء باينه، حيت هو قال لهم راه 7 سنين شداد، ومن بعد هذاك العام اللي بيجي من بعده راه بيكون فيه الشتاء. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يغاث بمعنى الشتاء، وفيه يعصر بمعنى تكون الوفره ديال الفواكه وديال الخضار وديال القمح لدرجه انهم تيخبيو مازال دوك الفواكه، ولكن كيف ردوهم؟ ردوهم عصير، درجة ديال الوفرة ديال الفواكه ودرجة الوفرة ديال الطعام، درجة أن الفواكه تقدو عصير وتخبيه. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. إذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى، كيف تلاحظوا هنايا في الشاشة، تقول لنا الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به جيبوه لي. وقال الملك جيبوا لي يوسف. أش بغيتيه؟ بغيت أنه يعاونني في هذه الأمور ديال القرارات اللي تنتاخد، حيت عندي مسؤولية وبغيت اللي يعاونني اللي نعود نتشاور معاه. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، بمعنى منين جاء الرسول ديال الملك لعند يوسف عليه السلام، قال يوسف ارجع الى ربك، ارجع لعند الملك وقل له، فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. اش تيقول ليوسف عليه السلام؟ قال لهذاك المرسول سير لعند الملك وقل له تحرف الامر ديال السجن ديالي، راه دخلت انا السجن ظلما وعدوانا، امشي ابدا تقلب على البراءه ديالي. والملك هاد الابن، الملك الابن تصب اش بالعدل، مشى تيقلب ومشى تيبحث على اش اللي وقع لهاد يوسف حتى دخل للسجن. جمع العيالات نسوة المدينة ومعاهم حتى زوجة عزيز مصر، جمعهم ويقول لهم ما خطبكن؟ اش هاد المصيبة اللي انتم مخبيين عليا؟ ما خطبكن؟ بمعنى ما بالكن؟ وما مصيبتكن؟ وما مشكلتكن؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ تتقولوا أن يوسف راهو تتحرش بكم ودخلته للسجن، وسمعت أنكم ثم تتحرشوا به، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله
ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله، ما عمرنا ما شفنا فيه شي حاجة خايبة، بمعنى أن الدخول ديالو للسجن بتهمة التحرش وبتهمة محاولة اغتصاب النساء، راه هذيك هير تهمة ملفقة عليه، راه هير ظلما وعدوانا دخل للسجن. هذا هو المقصود ديال نسوة المدينة، منين قالوا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، هنايا امرأة العزيز شافت راسها أنها صافي، أزمات. الأزمة الأولى أن الزوج ديالها ما بقاش يتعامل معها، منين قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، من هذيك الوقيتة صافي الأسرة دمرتها، ما بقاتش الأسرة مزيانة وكاينة في وحدة وكاينة في صدق وكاينة، لا صافي خرجت على الأسرة ديالها. والمسألة الثانية أن الملك دروكا صفرة والتي تتحرى وعارفة أنه عادي يوصل الحقيقة، عادي يوصل لها، اللهم أنها تعترف. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن سيظهر الحق، حصحص بمعنى ظهر وسيظهر الحق. أنا راودته، قالت له أنا راودته، اعترفت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، بمعنى الكلام ديالو راه صادق أنه دخل السجن ظلما وعدوانا، وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم، هذيك ذلك ليعلم، هنايا تقصد زوجة عزيز مصر جوج ديال الرجال، الرجل الأول اللي هو الزوج ديالها، تتقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بمعنى راه ما وقعتش في الزنا مع يوسف، هذا معنى أول. والمعنى الثاني وهو ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بمعنى يوسف باش يعرف أنني راه صدقت القول وأنني راه ما قلتش هضرة اللي ماشي هي هذيك، راه قلت الحقيقة دابا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولات تعرف زوجة عزيز مصر الله، ولات الهضرة ديالتها ولات فيها تواضع، ولا فيها انكسار، ولا فيها إيمان بالله سبحانه وتعالى. مني جابت هذا الشيء كله، جابت من الانكسار اللي وقع عليها، من أنها تشوهات أول حاجة، ومسألة تانية أن الزوج ديالها صافي ما بقاش حاملها، والمسألة الثالثة أنها بدأت أنها شافت من إمتى وهي تتشوف معجزات، معجزة تبع الأخرى تبع الأخرى تبع الأخرى، حتى ولات آمنت بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هي تقول لهم في الآخر وما أبرئ نفسي، النفس ديالي ما تنقول لكمش راها بريئة وأنا راه زوينة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، النفس راه تتأمر بالسوء، ولكن واش كاع الناس النفس ديالهم تتمرهم بالسوء؟ لا، كاين شي بعض النفوس اللي تتكون مطمئنة، اللي تقول لها الملك يا أيتها الروح المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وبالتالي يوسف ها هو مثلا الروح ديالو والنفس ديالو مطمئنة، داكشي علاش هنايا قالت لك إلا ما رحم ربي، يعني إلا النفوس اللي الله رحمهم وتيوليو أش يتعفوا وتتصفوا كذلك بالحياة من الوقوع في الفاحشة، والنفس ديالهم ما تتدعيهمش لأش الوقوع في الفاحشة. نعاود لكم الآية، قالت لهم وما أبرئ نفسي إن النفس بصفة عامة، قالت لهم إن النفس لأمارة بالسوء، هي النفس تأمر بالسوء، ولكن كاين استثناء إلا ما رحم ربي، إلا النفوس التي رحم الله سبحانه وتعالى راه تتولي ما تتأمرش الأصحاب ديالها بالسوء. وقالت لهم في الآخر إن ربي غفور رحيم، الله راه عرفته غفور رحيم وراح يسمح لي على هذا الذنب اللي أنا ارتكبته. وكيف قلت لكم أنها راه ولات موحدة. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر.
من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.